سنة طيبين بمناسبة قدوم شهر رمضان المعظم. الحقيقة أنا هكلمكم النهاردة في الغش التجاري. يبقى أقول تاني عشان لها أكمالة، مش أقول الكمالة عشان أرجع معاكم تاني. كل تغيير سؤال جاب قد إيه؟ شفت السؤال عمل إيه فيا؟ كل تغيير أو تعديل أو تشويه يقع على الجوهر أو التكوين الطبيعي لمادة أو سلعة معدل البيع، ويكون من شأن ذلك النيل من خواصها الأساسية أو إخفاء عيوبها أو إعطائها شكل ومظهر سلعة أخرى تختلف عنها في الحقيقة. حد ما كتبش؟ حد كتب؟ ما أنا هقول. وذلك بقصد الاستفادة من الخواص المسلوبة أو الانتفاع بالفوائد المستخلصة، وذلك بقصد الاستفادة من الخواص المسلوبة أو الانتفاع بالفوائد المستخلصة أو الحصول على فارق الثمن. في حد ما كتبش؟ مليه تاني الجزء الأخير. وذلك بقصد الاستفادة من الخواص المسلوبة أو الانتفاع بالفوائد المستخلصة أو الحصول على فارق الثمن. خلاص؟ طيب، مضطر بقى أخونا الكبير أستاذ حسين من أكبر المحامين في مصر وخاصة في الجنائي، فإحنا طبعا هو فتح، أنا كنت عايز ألم، فهو إيه قال لك طب ما تخليش يمشي غير لما إيه نجيب، لكن طبعا ده أنا مبسوط جدا وده حاجة بتفيدنا كلنا يعني الله. ها خلاص، بص بقى، ايه الإضافة أو الخلط؟ ايه يعني زي ايه؟ أنا بتاع لبن، ضفت شوية مية على اللبن. وبمناسبة اللبن دي كنت عايز أقول لكم قصة ظريفة جدا. كنت بحضر قضية في مستأنف الساحل في قضية لبن، وكان عليه 22% مية. سامعني؟ ورا سامع؟ معايا؟ عليه 22% ميه. فأنا قلت القاضي أنا ماليش دعوة، أنا راجل عارض، خدت من معمل الألبان وحطيت في السوبر ماركت في تلاجتي فببيع اللبن. فالقاضي دي واقعة يعني حصلت معايا شخصيا مش ناسيها في حياتي يعني. قال لي أمال مين حط الميه في اللبن؟ المعزة جت حطت الميه في اللبن؟ فلا في معزة ولا في كلام زي كده، والقاعة مليانة لآخرها، وأنا أصلا ابن شبرا وابن الساحل، فاتضايقت إزاي يقول لي الكلام ده قدام المحامين. فأنا قلت له أنا بحدثك حديث القانون، فحدثني حديث القانون. سامعين أنا قلت إيه؟ قلت له أنا بحدثك حديث الإيه؟ القانون. وكان يعرفني كويس جدا جدا وعلى صلة بيا كويسة جدا، بس هو حب يهزر قدام الإيه؟ الناس. فقال له أمال المية دي حطيتها المعزة. المهم آخر جلسة شال السنة الحبس واداني 10,000 جنيه غرامة. فأنا حسيت إن أنا السبب في 10,000 جنيه اللي خدها الراجل المتهم. قلت لو ما كنتش قلت له حدثني حديث القانون ما كانش اداني الإيه؟ العشر، هو كان اداني، لكن أنا نفسيا يعني. فرحت عملت نقض للقضية دي على نفقات الخصم.
والمحكمة نقضت القضية دي، وحضرت رجعت القضية. كان زمان ما تنظرش محكمة النقض القضايا موضوعي، يعني كان زمان تنقض الحكم وترجع للجنح المستأنفة تاني يتحدد له جلسة. فحددت جلسة قدام جنح مستأنف الساحل، بس مش القاضي ده، لأنه ما يجوزش القاضي اللي حكم الحكم ترجع له القضية تاني. فحضرت، وبعدين القاضي كان في المداولة، فقال لي يا أستاذ ماجد حظك معانا النهاردة مش كويس. فقلت له ليه يا ريس، في إيه؟ فقال لي قضايا اللبن بالذات أنا بدي فيها عقوبة، ودي راجعة من النقض. قلت له أنا هترافع، والحكم حكم المحكمة. وأنا اترافعت في القضية دي بكل ما أمتلك من قوة، وخدت فيها براءة، يعني نقضت وخدت فيها براءة. ليه براءة؟ أنا ما يهمنيش لبن وغير لبن. إيه النهاردة؟ واخد بالك؟ لبن عليه مية اسمه بالخلط، غش بإيه؟ بالخلط. بس العلم اليقيني فين؟ فين العلم اليقيني إن أنا اللي حطيت المية على اللبن؟ ما يمكن الراجل اللي باع لي هو اللي حط المية على اللبن، ما يمكن المعمل اللي حط، ما فيش حاجة تقول إن أنا اللي ارتكبت جريمة الغش بنفسي. معايا ولا مش سامعني؟ هما بيخافوا من اللبن، يقولوا عشان الأطفال وولادهم، عشان تبقوا عارفين. لكن أنا بتكلم بحدثه حديث الإيه؟ القانون. حديث القانون ما عنديش علم يقيني إن أنا بتاع سوبر ماركت حطيت في تلاجة بيع لبن، واللبن جه خد منه كيلو مفتش الصحة وطلع في مية، مين اللي قال ان انا اللي حطيت المية؟ فين العلم اليقيني؟ طيب يبقى احنا قلنا الغش بالاضافة ممكن اضيف مية لايه؟ للبن. طب ايه تاني الغش بالاضافة؟ اقول لكم، الزبدة بتاعت الفلاحين، عارفينها؟ الزبدة اللي بتعمل منها السمنة، لما بيغشوها يعملوا لها ايه؟ يروحوا جايين بطاطس مسلوقة ويروحوا حاطينها في ايه؟ يبقى ده الغش بالايه؟ بالاضافة. بيغير تكوين المادة، بيغير جوهر المادة. زمان كانوا يحطوا للشاي، خلي بالكم الحاجات دي قديمة شوية، بس في قضايا اللي بقول لكم عليه دي قضايا وحكم فيها نشارة خشب. كان زمان، دلوقتي طبعا الدنيا انتشرت شوية والمصانع انتشرت. كان زمان ممكن يكون صنف واحد شاي، واللي يجيب الصنف ده كان يبقى ايه الدنيا، عارف، شاي العروس او شاي كذا. مش زي دلوقتي انتشرت الاصناف والمصانع والدنيا كلها. هقول لكم امثله تاني برضو. في مشروب هنقوله من ضمن الامثله امرنا لله، بس مش هنقول عشان رمضان. في غش الزيوت، انا بضيف زيت اقل نكهه شويه على زيت ايه كويس، برضو ده ايه؟ ده غش. طيب اللي قال عليه استاذنا الكبير استاذ حسين الجمال، هو سلعة مش مستوردة، ده مش غش تجاري، دي واحدة بس، اديني فرصة. لأن هو لا أضاف ولا مزج ولا انتزع شيء من السلعة. ممكن انتزع، يعني لما انتزع الدسم من اللبن أبقى بغش، انتزع أو أضيف يبقى بغش. لكن اللي قاله حسين بيه دخلني في مجال تاني بإذن الله مش هقدر افتح فيه دلوقتي، لكن اقدر اقول انه ده تقليد علامه ايه؟ تجاريه. فهنكتبها مع بعض. نصوص قانون قمع التدليس والغش. نصوص قانون قمع التدليس والغش
رقم 48 لسنة 41 المعدل بالقوانين ثلاثة وثمانين لسنة 48 ومية ثلاثة وخمسين لسنة 49 وخمسمية اثنين طيب نصوص أنا أقول من أول أهو نصوص قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 41 المعدل بالقوانين رقم أرقام 83 لسنة 48 و 153 لسنة 49 و 522 لسنة 55 و 80 لسنة 61 و 106 لسنة 80 وأهم حاجة إنه معدل بالقانون الأخير رقم يعني ممكن اللي ما كتبش يكتب القانون رقم 48 لسنة 41 والمعدل بالقانون 281 لسنة 94 ويسيب الفاصل أو الفرق بين القوانين دي لأن القانون الأخير هو دلوقتي اللي شغالين بيه في العمل. معايا يا أساتذة؟ طيب القانون بيقول إيه؟ المادة بتقول إيه؟ في صوت يا جماعة في صوت لو سمحتوا اللي طالعين في الباب كل من غش أو شرع في أن يغش شيئا كل من غش أو شرع في أن يغش شيئا اكتبوا المادة دي معايا لو سمحتوا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية هقولها تاني يعني أو المنتجات الطبيعية أو من منتجات صناعية أقول تاني كل من غش أو شرع في أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من منتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية يبقى نقول النص من الأول كل من غش أو شرع في أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبيعية النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها
ما علموه بذلك. هقول تاني. فقرة الأخيرة، فقرة الأخيرة دي مهمة جدا، معدل للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى طريق صلاحيتها مع علمه بذلك. في آخر المحاضرة هوزع عليكم بعض الأوراق، والباقي يبقى يصور بالموبايل بتاعه النص. أنا كاتب النص ده وكاتب العقوبة بتاعته. إيه القصة؟ القصة أنا هكلمكم النهاردة على عرض سلعة مغشوشة. يعني القانون قال إيه؟ القانون قال كل من غش أو شرع في أن يغش سلعة. طيب هتجرمني إزاي إذا افترضنا أنا في محل تجاري، وعلى فكرة أنا بعد ما أخلص هقول قضية أو قضايا، اللي هيجاوب إجابة سليمة هستخرج له كارنيه اتحاد المحامين العرب مجانا. خلاص؟ ما حدش هيجاوب. ده هيجاوب. هستخرج له كارنيه اتحاد المحامين العرب مجانا. فخلي بالكم عشان هي عملية سهلة جدا. خلي بالكم الكرنيه بتاع مصر احسن من الاتحاد العرب المحامين العرب. لا 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 لا، لا. كرنيه اتحاد المحامين العرب على مستوى الوطن العربي كله، وانا بقول لكم تعالوا اشتركوا في اتحاد المحامين العرب، لان ده حاجه مشرفه لمصر كلها، ومعالي النقيب رئيس اتحاد المحامين العرب على فكره. لا مهم. يبقى كل من غش او شرع في ان يغش شيئا من اغذيه الانسان او من حيوان. قال ايه؟ كل من غش أو شرع في أن يغش شيئا من أغذية الإنسان. طيب ماشي، عمل إيه؟ القانون هنا أو المادة دي تطلبت أن يكون الشيء ده معدا للبيع، مطروحا للبيع، معدا للعرض. يعني إيه؟ يعني إيه أنت بتعاقبني لما بيع سلعة مغشوشة؟ يعني أنا راجل في محل تجاري عندي برطمان كاكاو نسكافيه مقفول، خليكم معايا يا اساتذه، مقفول محكم الغلط، وانا راجل النهارده عرضه حطه على الرف في المحل التجاري، جه مفتش الصحه خد البرطمان ده كعينه وقال لي انا هاخده عينه احلله، طلعت نتيجه التحليل إن في عيوب وغير مطابق للمواصفات القياسية. يروح مقدمني أنا كصاحب السوبر ماركت متهم. كصاحب السوبر ماركت إيه؟ متهم. ليه؟ لأن أنا عرضت سلعة مغشوشة. طيب أنا ليا دخل ليه دخل في غش هذه السلعة؟ ها؟ بالعقل والمنطق أنا ليه دخل؟ لا ملياش دخل. فلما باجي أدافع في هذه القضية بقول إيه؟ أنا عارض، صحيح عارض، والنص بيقول كل من عرض أو طرح أو باع، وأشرح لكم يعني إيه عرض ويعني إيه طرح ويعني إيه باع، لأن دي مهمة جدا وهي اللي بتخلي المحامي يقدر يتحصل على البراءة في هذه القضايا. لكن في الأول بقول لك إيه؟ أنا حاطط برطمان وببيعه. أنت جيت خدته طلع في عيوب، فبقول له أنا صحيح عارض. لكن هنا أنا عارض حسن النية. ليه حسن النية؟ ليه؟ لأن أنا لا أعلم الغش الموجود فين؟ في البرطمان. ده أنا وسيط ما بين المنتج والمستهلك،
انا خدت البرطمان عرضته عندي، فاذا كان القانون بيعاقبني اذا كان القانون بيعاقبني. لكن لو تلاحظوا ان في نهاية النص كتب ايه؟ ما علمه بذلك. ما علمه بايه؟ بذلك. يبقى في نهاية النص اللي انا مليته لكم القانون بيقول ما علمه ايه؟ بذلك. يبقى القانون بيجرمني ان انا لما اعرض سلعة مغشوشة اتحاسب عليها، بس الحساب ده يكون مع علمه بايه؟ بذلك. طب انا لو كنت لا اعلم يبقى مفيش تجريم ولا عقاب. نعم؟ جيت العلم العارض. علم العارض ازاي؟ ما ده سهلة، ما انا بقول اهو. علم العارض ده ازاي؟ السلعة دي برطمان في الصلاحية، وأنا ما أقدرش أفتحه، وما عنديش معامل جوه المحل إن أنا أقدر أفتحه، فبقول للقاضي أنا عارض حسن النية، لا أعلم بالغش ولا أستطيع العلم به، لأنه داخل في تكوين المادة، داخل في تكوين إيه؟ المادة، خلاص؟ يبقى ده أول حاجة. لو عرض، أنا دخلت في القضايا أهو، يعني دخلت عملي مش نظري. النص هتعرفوه، هو النص ده اللي ماسك 90% و99% من قضايا الغش في مصر. يبقى النص بيقول ايه؟ اهو، كل من غش او شرع في ان يغش. قال لابد ان السلعه دي تكون ايه؟ تكون مطروحه للبيع او معروضه او بيباع منها، يعني وانا ببيع كده ومساكني. يبقى لازم يكون ايه؟ في حاجتين يتطلبهم العقاب، العلم، ويقصد به العلم اليقيني. يعني أنا أعلم علم اليقين إن البرطمان ده بايظ، خلاص، إن في عيوب صناعة، إن مخالف للمواصفات القياسية. يبقى إذن هي العملية سهلة، وأنا بدرس الحاجات دي وبشرح للقاضي، واحيانا اقعد كتير جدا سنه كامله، القاضي احيانا يدينا عقوبه، افضل مع القاضي قضيه في الثانيه في الثالثه لغايه ما هو يبتدي يتفهم الايه القصه، يبتدي باحكامه ايه تبقى براءات. يبقى اذا اول حاجه لازم اعرفها، واخد بالك، ان انا انفي العلم، لان انا مش هقدر انفي العرض. أنا في السوبر ماركت عارض ولا مش عارض السلعة؟ عارضها. يبقى أنا هنا ما أقدرش أنفي العرض، يبقى أنا أنفي العلم. أنفي إيه؟ العلم. طيب، حاجة تانية هنقل لكم عليها، بس هسألكم في الأولانية برضه. نعم فيه. هقول لك احيانا 90% 90% و 99% بيكتب الشركه المنتجه وبيكتب العرض وبينزلهم هما الاثنين متهمين. انا احيانا اقول للقاضي ايه؟ خلي بالكم، معايا اساتذه ورا، معايا كله، معايا عشان الجوائز، عشان كارنيه الاتحاد اهو، هسال. نعم. لسه ده موضوع تاني يا استاذ، موضوع تاني ما تدخلنيش في موضوع تاني لو سمحت، خلينا اخلص هنا ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه. يبقى اذا انا هسال، لو دلوقتي عندي أي شيء معلب
مغلق في الصلاحية، معروض عندي، خد منه عينة، طلعت العينة مخالفة المواصفات، يبقى أنا مش مسؤول. يبقى أنا إيه؟ مش مسؤول ليه؟ أنت يا أستاذ قول لي بقى، أنت مش مسؤول ليه؟ لا قوم قوم عشان أسمعك بس. ماشي تتفضل خلاص. غيره عايز حد لا بلاش انت، انت لا، انت بتطلع الكارنيه وقاري، عايزين الناس اللي عايز حد من الجداد. برافو عليك، بالظبط بالظبط. انا مسؤول عن تاريخ الانتاج وتاريخ ايه الصلاحيه، لكن مش مسؤول عن سلامه المنتج اللي بداخل البرطمان. يبقى لما اجي اقول للقاضي انا نعم، ما تدخلنيش بقى لو سمحت، لو سمحت لو سمحت، انا مش بتكلم عن سوق التخزين دلوقتي، ما تدخلنيش في متاهه، انا بتكلم دخلني في سوق التخزين. يبقى انا النهارده ايه اللي اقوله للقاضي؟ استاذ قوم. ايوه انا لا اعلم بالغش ولا استطيع العلم به لانه داخل في تكوين الماده ويسال عنه منتج ايه السلعه. طيب لو كانت النيابة مؤيدة القيد والوصف، القيد والوصف عبارة عن ايه؟ طبعا انتوا حضرتوا محاضرات كتيرة وعرفتوا يعني ايه قيد ويعني ايه وصف. محدش فينا يعرف يحضر قضية الا لما جنحة، يعني الا لما النيابة تقيدها وتوصفها، توصفها تقول دي سرقة، تقول دي غش، تقول دي بيانات، تقول دي خيانة ائتمان، وتجيب مواد الاتهام اللي تعاقبني بيها. لو النيابة العامة منزلاني أنا كعارض متهم ومنزلة معايا المنتج متهم، أنا بقول للقاضي أنا عارض حسن النية، لا أعلم بالغش ولا أستطيع العلم به، خاصة وأن النيابة العامة قد قيدت الأوراق ضد منتج السلعة. يبقى هنا المسؤول مين؟ يبقى فيها صعوبة الموضوع ده؟ فيه؟ أستأذنك يا أستاذ ما تقاطعنيش وقت لو سمحت، أنا بسألك في سؤال أنت بعيد عني خالص، خليني مع الناس عشان أرجوك ما تقاطعنيش عشان أوصل المعلومة للناس، أنا ماشي بالتدرج ما تقاطعنيش يا سمحت لو سمحت. يبقى في صعوبة في القصة اللي أنا قلتها دي؟ في حد عنده صعوبة؟ حد في النقطة دي عايز يستفسر عن حاجة؟ طيب كل القضايا دي بقى اللي احنا فيها مبنية على حاجة مهمة جدا، دي القضايا السهلة، دي القضايا الايه السهلة اللي تقدر لما واحد يقول لك انا عندي قضية تقول له عندك قضية ايه، فتمسك المحضر يقول لك عندك خدوا مني عينة، فتقول له ده عارض حسن النية لا يعلم بالغش. في نفس الوقت انت ما تقولش للموكل الكلام ده، مش تقول للموكل يا عم ده انت عارض حسن النية لا تعلم بالغش ولا تستطيع العلم به لانه داخل في تكوين المادة. ده موضوعك انت مش موضوع الموكل، انت الموكل بتاخد منه القضية وتقول له بإذن الله ربنا ييسرها وهعمل قصارى جهدي ما تخافش منها، واخد بالك؟ ما تقاطعنيش. في نفس الموضوع تسأل اسأل. لسه لسه قاعد، ده موضوع تاني خالص غير اللي انا بقوله، انا ماسك حاجه حاجه، ده موضوع تاني. طيب كل القضايا دي ده السهل
اللي احنا قلناه ده سهل، في صعوبه فيه؟ في حد تجي له قضيه منكم بالطريقه دي ما يقدرش يدافع عن المتهم فيها؟ في حد ما يعرفش؟ خلاص نمسك النقطه الثانيه. ايه المشكله بقى الثانيه في نفس النص اللي انا هوزع لكم باذن الله؟ النص اهو معايا بس الورق مش كتير، ففي مجموعه تاخد ورق بس اخر، والمجموعه الثانيه تصوروا بالموبايل يبقى عنده الورق، ويبقى انا عملت اللي انا عايز اعمله معاك. خلينا بقى في النقطه الثانيه المهمه. طب امال ايه يا عم ده، انت الموضوع سهل كده، امال جاي بتدينا محاضره على كلمتين؟ لا، الموضوع اكبر من كده على فكره. العقوبه بتاعت الجريمه دي الحد الادنى ليها سنه و10,000 جنيه مع بعض، مش ايهما. يعني العقوبه بتاعت الجريمه دي الحد الادنى ليها الادنى سنه و10,000 جنيه. امال عشان بس ما نستهترش بالدفاع وما نستهترش بالقضيه، انا ببسط لك القضيه، لكن لما الراجل بيدي له القضيه بتبقى صعبه عليه انه جايه له ايه قضيه، خاصه لو خد له حكم غيابي، و90% من اللي هيجي لك هيبقى واخد حكم غيابي. هياخد حكم ايه؟ فالحكم الغيابي يبقى واخده سنه و10,000 جنيه. انت بتروح تعمل معارضه، المعارضه دي بتقرر فيها في دفتر هناك، تاخد التوكيل بتاع الراجل، توكيل الراجل وبطاقته، توكيل الراجل وايه؟ عشان بس انا بقول لكم عملي دلوقتي، انا ما بدرسش نظري، انا بدرس عملي. التوكيل والبطاقه، بتقول له لو سمحت اعمل لي معارضه، بيجي يكتب في دفتر كده اسمه دفتر المعارضات، يكتب يقول لك يا استاذ لو سمحت امضي، تمضي، ويحدد لك تاريخ جلسه الايه؟ المعارضه، ويحدد لك تاريخ جلسه المعارضه. ما دام جبت شهاده عملت المعارضه دي، تجيب شهاده عشان التنفيذ يوقف ضد مين؟ ضد الراجل اللي واخد سنه و10,000 جنيه غرامه. فيها صعوبه اللي انا بقوله؟ في صعوبه؟ الحكم غيابي 99% الناس ما بتعرفش انها تحكم عليها الا لما يجي لها الحكم. فلو جالهم حكم سنه هيجي لهم سنه و10,000 جنيه، فهو بيبقى نفسيا لا مؤاخذه يعني بيترعش. وانت كمحامي جات لك القضيه وعارفها، تبقى القضيه بالنسبه لك قضيه ايه؟ قضيه سهله ومتيسره. طيب ايه بقى الصعوبه في القضايا دي اللي بتصل العقوبات فيها 5 سنوات و30,000 جنيه؟ يعني تصل الى 5 سنوات و30,000 جنيه. طيب هنطلع الناس ازاي؟ احنا قلنا الاول العارض حسن النية، لا يعلم بالغش ولا يستطيع العلم به لانه داخل في تكوين المادة، ويحتاج تحليلات وزارة الصحة لمعرفة ما به من ايه؟ من عيوب، وده عيب انتاج وليس من عيوب الايه؟ العارض. الفقرة الاولى خلصناها؟ في حد ما وصلتلوش المعلومة؟ طيب نمسك الفقرة الثانية. أغرب القضايا بقى الصعبة حاجة من اتنين، يا تقول له العلم يا تقول له العرض، يا تقول له العلم يا تقول له الإيه؟ العرض. طيب يعني إيه طرحة ويعني إيه عرضة؟ عرضة للبيع يعني انا حاطط دي كده قدامي وعارضها للبيع، كل اللي في القاعه شايفينها. حد مش شايف دي؟ ما عارفين دي؟ ده اسمه عرض، ناس كلها شايفينها. الطرح اقل من العرض شويه، يعني ممكن تكون السلعه فوق ورايا في مكان اسمه ايه؟ اسمه طرح. لكن في النهايه الطرح بيدخل جوه العرض وبيبقى عرض ايه؟ السلعه. يبقى اذا لابد ان انا افهم كلمه يعني ايه طرحه؟ يعني ايه عرضه؟ يعني ايه باعه؟ يبقى القانون هنا اللي بيجرمني احتاج الطرح، كل من طرحه، كل من باعه، خلاص؟ كل من عرضه، 3 حاجات. كل من باعه، كل من طرحه، كل من ايه؟ من عارضه.
يعني لو كانت البضاعة مش معروضة، مين يقول لي يعني ايه العرض؟ أستاذة اتفضلي، اتفضلي. بالظبط، برافو عليك، اتفضلي. بالظبط، برافو عليك. بالظبط، برافو عليك. البيع مش محتاج كلام، ان انا ببيع السلعة بقبض الثمن بسلم، ده بيع. يبقى هما ثلاث حاجات: طرح وعرض وبيع. اذا ما كانش في طرح وما كانش في عرض وما كانش في بيع يبقى ما فيش جريمة. خلاص، دي اللي بندخل عليه عشان هندخل على حاجة اصعب بكتير من الاولانية. اذا ما كانش في طرح، القانون قال ايه؟ كل من طرح، كل من عرض، كل من باع. خلاص سادزة، ثلاث حاجات دول في حد مش عارفهم؟ في حد مش عارف الثلاثة دول؟ كل من عرض، كل من طرح، كل من باع. إذا ما عرضتش وما طرحتش وما بعتش ينتفي التجريم والتقسيم والعقاب. يبقى ما فيش عقاب، يبقى ما فيش ايه؟ عقاب. طب ده استفاد منه انا كمحامي ازاي؟ زي ما اتكلمنا عن العرض كلنا وعرفنا ان العرض حسن النية لا يعلم بالغش ولا يستطيع العلم به لانه داخل في تكوين المادة ويحتاج لتحليلات وزارة الصحة لمعرفة ما به من عيوب، وان المسؤول عنه هو المنتج وليس العارض، عشان كده بيبرئني القاضي. هدخل في الناحية التانية، البضاعة اللي مش معروضة. لما يجي واحد، ودي بتحصل في العمل كتير جدا، وانا معايا احكام بالبراءات بعدد كبيرة جدا الحقيقة، انا بسلم الاحكام دي للقضاة. القاضي عنده يجي مثلا في الجلسة 20-30 نوع، انا اللي واقف عنده وانا واقف معاه بتكلم عن ايه؟ عن الغش. فبديله احكام براءات في قضايا مماثلة عشان هو يتدارك الامر ويقرأ ويشوف، وبديله نبذ من كتب، وبديله القوانين، وبديله لائحة قانون الغش عشان اوصله انه يحكم بالحكم اللي انا ايه؟ اللي انا عايزه. طيب انتوا دلوقتي بتقولوا لي انت امال تقول لنا كل من طرح وكل من عرض وكل من باع، ايه حكايه طرح وعرض وباع اللي انت ماسكها؟ ها؟ ما يجي واحد يعمل لواحد محضر ويكون بضايع. انا عايز اقول لكم ان انا اخر قضيه حضرتها كانت بضايع لواحد عمل له بضاعه، صدقوني هو راجل تاجر جمله، فعمل بضايع، كميه بضايع تصل الى اكتر من مليون جنيه. تك 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 تك، اكتب اصناف، اكتب اصناف، اكتب اصناف، اكتب اصناف. وبعدين قال ان انا شفت بالعين المجرده، وده مدخل تاني، حاجات بايظه. وكتب بقى، كتب محضر سيء. انا قريت المحضر، قريته بعين المحامي اللي بيترافع في الغش، بعين اللي بيحضركم دلوقتي. فقلت ايه؟ ازاي ان انا اطلع من القضية دي؟ ازاي القضية الصعبة دي المكتوبة كويس جدا وكاتبين مباحث التموين، انا اطلع منها ازاي؟ احنا قلنا ايه من شوية؟ قلنا الطرح والعرض والبيع. البضاعة اللي في المخازن لا طرح ولا عرض ولا بيع، ولا طرح ولا عرض ولا ايه؟ يبقى ينتفي التجريم والتقسيم والعقاب. ينتفي التجريم والتقسيم وايه؟ والعقاب. فهو بيكتب المحضر مش متخيل، احيانا يقول وانتقلت الى المخزن المجاور للمحل التجاري، فوجدت تك 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 تك، يكتب صفحتين
يكتب ايه؟ صفحتين. وبعدين ما قالش في محضره ان البضاعة مطروحة، ما قالش في محضره ان البضاعة معروضة، ما قالش في محضره ان في واقعة بيع. ما هو مش ذكي، انتوا اللي ذكاي، انتوا المحامين، انتوا اللي بتاخدوا المادة تهندموها، واخد بالك؟ المادة بتقسموها وتعرفوا تطبقوها ازاي، لكن هو واخد بالك مش فاهم القصة. فبيكتب انا دخلت المخزن المجاور. طب المخزن ما فيش بضاعة بتتباع، طب ما فيش بضاعة بتتعرض. البضاعة بتتعرض فين؟ في المحل التجاري. في بعض القضاة بتدقق شوية، ما تاخدش بالقصة دي، لكن انا عايز اقول لكم ده قانون، القانون قال كده. انا قريت القانون انا وانتوا دلوقتي، مش قلنا كل من طرح او عرض او باع مواد التقسيم والتجريم في مين؟ في اللي طرح وعرض وبيع. انا في مخزن ما فيش لا عرض ولا طرح ولا بيع. على فكرة انا نعم لا، من مخزن جوه المحل ده ومغلق، وقال انه مخزن جوه المحل ومغلق برضه ما يتحسبش انه عارض ليه، واخد بالك؟ افترض ان انا الجزء ده مخزن وقافله وحط عليه قفل، ده ما فيش حاجه معروضه. احنا قلنا العرض والطرح والبيع، وقعت ايه؟ بيع. على فكره انا من كام يوم كنت في الفيوم بحضر قضيه، وبعدين قلت للقاضي البضاعة دي مش مطروحة للبيع ولا معدة للبيع ولا بيباع منها للجمهور، وده مطحن، والبضاعة دي اتاخدت كده جزافا بدون قانون. مفيش قانون يقول ان دي انا مقدم ببضاعة مغشوشة. حتى المعامل ما راحتش المعامل وبيقولوا بضاعة مغشوشة. فالقاضي ده كان يعني ايه، هو يحب العقوبات شوية، يميل للإدانة شوية. فقال لي ايه؟ قال لي بص، انا اقتنعت بوجهة نظرك، فانا هبرأك في الغش اللي انت اترفعت عنه، بس بعد اذنك سيبني بقى لغاية شهر 5. قلت له انا عندي اعياد وكده، قال لي هاجل لك القضيه دي، وبعد ما اجلها انا هديها كده وصف تاني خلاف اللي النيابه نزلته بيه. فهي ما كانش عليها بيانات فنزلها وما كانش فيه فواتير فنزلها حاجه اسمها مجهوله المصدر، هتعرفوا بعدين يعني. فعايز اقول لكم يبقى في المحامي معاه الطرح والعرض والبيع. طيب هسأل سؤال، أنا شاحن بضاعة في القطر، شاحن بضاعة فين؟ في القطر، وبعدين القطر وقف في القاهرة وكان رايح اسكندرية، فجه الضباط قالوا إيه البضاعة اللي أنت شاحنها دي؟ بضاعة بايظة، وعملوا لي محضر وقالوا ان انا ببيع سلعة مغشوشة. ببيع سلعة ايه؟ مغشوشة. هل فعلا انا ببيع سلعة مغشوشة ولا لا؟ انت جاوبت قبل كده وانت جاوبت قبل كده. عايز واحد من بالظبط. يبقى نرجع للطرح ونرجع للعرض ونرجع للبيع. نرجع للطرح وللعرض وللبيع. مرة من المرات عايز أقول لكم على حاجة حصلت معايا يعني. كان في مرة عربية كبيرة كان فيها عسل أسود، فاتمسكت في كمين، فبتاع الكمين ده زي ما يكون مسك يعني إيه واحد إرهابي، عمل محضر والإيد والحكاية والرواية، وعمل محضر ضخم جدا وخد الراجل، والراجل كان كبير في السن جدا، يمكن عايز اقول لكم كان سنه حوالي 80 سنه، وعرضوا على النيابه والنيابه ادت كفاله وقال العسل ده في مواد وخفيف واكيد مخلوط بمواد تانية، وقال كلام في المحضر
انا شخصيا لما اقراه اتخض من كلام اللي اتكتب في المحضر. بيعرف يكتب، واخد بالك؟ بيبقى ضابط كمين وضابط تموين، بتبقى مجموعه الكمائن، واخد بالك؟ فكتب محضر، انا حضرت شخصيا، فشفت المحضر، انا اتخضيت من المحضر واللي كاتبه، واخد بالك؟ وبعدين انا خدت القضيه، رفعت في القضيه، فقلت للقاضي ان التجريم والتقسيم والعقاب ينتفي في هذه القضيه، لان البضاعه غير مطروحه للبيع وغير معده للعرض او معروضه او كانت هناك بيع حقيقة او محاولة بيع حقيقة. خدت براءة فيها في القضية. انا بقول لكم من واقع تجارب ومن واقع حياة ملموسة. فيبقى اذا موضوع العرض ده موضوع حيوي جدا لاي محامي. انا عايز اقول لكم ناس كتيرة ما بتشتغلش، محامين كبار ما بتشتغلش في الغش، ولما يجيله قضية ممكن ما يعرفش اللي انتوا بتسمعوه دلوقتي. اللي بتسمعوه ده ناتج عملي مش نظري. انا بكلمكم نظري كنص وعملي كقضايا. يبقى لابد، يبقى حد يقول لي الاربع حاجات اللي تجرم اي شخص عرض للسلعه. ها ها قول انت. ها الايه؟ وايه تاني؟ احنا قلنا اللي قبليها العلم. العلم يبقى في اربع حاجات: العلم والطرح والعرض والبيع. اذا انتوا نفيتوا الاربع حاجات دي انتفت جريمه عرض سلعه ايه؟ مغشوشه. فيها صعوبه؟ في صعوبه في الامر؟ طيب، في اتفضل. ايه يا فندم قلت ايه؟ ايه هو يا فندم؟ لا لا لا، ما دام الصلاحيه، ما انا هحكي لك دلوقتي هتعرف. ما فيش شروع في الغش، استنى شويه. فيش شروع فيه. فيبقى دلوقتي احنا اتكلمنا عن منافذ البراءة في قضايا الغش عمليا مش نظريا، خلاص؟ طيب، انا عايز اقول لكم على حاجة. كان زمان بيحاسبوا التاجر بالعلم، يعني كل تاجر، بس دي معلومة يعني تبقوا عارفينها، كل واحد عارض مشتغل بالتجارة كان القانون بيخليه انه يعلم بالغش. كل واحد بيشتغل بالتجارة القانون كان بيعتبره انه بيعلم بالغش، إلى أن قضي بعدم دستورية ايه؟ النص ده، وأصبحنا دلوقتي بنسبة النيابة العامة عليها كاهل إثبات إن أنا إيه؟ إن أنا بغش. طيب، إذا كانت البضائع دي مش في برطمان، خلاص؟ إحنا قلنا الحاجات المغلقة، في حاجات سايبة ولا لأ؟ في حاجات سايبة يا أستاذ هناية، في حاجات سايبة، مش كده؟ يعني مثلاً عسل اسود، الفسيخ. فيقول ايه؟ احيانا دلوقتي انتشرت ظاهره غريبه جدا، عايز اقولها لكم. انتشرت ظاهره ان مفتشين التموين يدخلوا اي سوبر ماركت نظيف ويقول لك ان الفراخ دي مدممه وتفوح منها رائحه من احسن المحلات، بتبقى متلجه بالعين الايه؟ المجرده. فيكتب محضر. انا فاكر ان في مره قاضي اتعرض عليه ثلاث محاضر،
غش. آخر المحاضر استدعى هو مفتش الصحة عشان يسأله في المحاضر دي. القاضي دخل تواليت آية من كتر المكتوب، من كتر المكتوب في المحضر، لأن مفتش المباحث ما بيكتبش المظبوط، لا بيكتب إيه؟ ما أنا عايز أعرقلك، أنا عايز أعمل قضية كبيرة، فبعمل إيه؟ بقول إن أنا لقيت البضائع دي سايحة وفيها سائل انفصالي، الكبدة واللحمة مثلا، وبتبقى يا جماعة الكميات دي اللي بيتكلم عنها ممكن تخرب بيت واحد، ممكن تضيع شخص، يعني ممكن البضاعة دي تصل لنص مليون، يعني حياة الشخص في تلاجته، يعني واحد عامل تلاجة كبيرة وجايب فيها البضاعة في الصلاحية. سامعني؟ سادة سامعني؟ لورا معايا؟ وفي الصلاحية، ويجي يقول لك إن أنا دخلت أنا واللجنة ولقيت البضايع دي فيها سائل انفصالي تفوح منها رائحة وفيها كذا وكذا وكذا وكذا. القاضي لما بيقرا الكلام ده وبيقول ايه بقى قبليها؟ دلت تحرياتنا السرية ان الراجل ده بيتاجر في البضاعة المغشوشة. هو ولا دلت تحرياته السرية ولا هو عمل تحريات، ده كاتب في المحضر الكلام ده، ده ديباجة بيعملها عشان ما تتخضوش، بيعملها محرر محضر الضبط. دلت تحرياتنا السرية ومش عارف الوزير مين ورحنا فين مترجلين وركبنا العربية ونزلنا من العربية أنا وفلان وفلان وفلان، وبيحط 20 واحد وهم ممكن يكونوا 2 3 عشان مكافآت والحاجات. فده يربك أي واحد بينظر قضية، لكن المحامي ما يرتبكش، المحامي يرتبك لما يكون ما يعرفش، لكن أنا بحكي لكم أهو. فلما تيجي تقرا القضية هتلاقي القضية إيه؟ القضية شديدة شوية والقضية ضخمة شوية، واخد بالك؟ لكن لائحة قانون الغش قالت إيه؟ قالت، خليكم معايا بقى دي مهمة جدا، قالت إذا قامت لدى مأمور الضبط القضائي دلائل تدعوه إلى فساد السلعة، دلائل إذا قامت لدى مأمور الضبط إيه؟ القضائي دلائل تدعوه إلى فساد السلعة، إيه الدلائل؟ ها؟ الدم الموجود، الريحة الوحشة، طب قالوا تعمل إيه؟ تعال. قالوا تعمل إيه؟ قالوا تاخد عينات منها وتبعتها وزارة الصحة المنوط بها تحليل العينات، ماشي؟ إذا قامت لدى مأمور الضبط، الحاجات دي مهمة اللي بقالها لكم جدا. إذا قامت لدى مأمور الضبط القضائي دلائل تدعوه إلى فساد السلعة عليه إنه يتوقف ويقول الدلائل ويرسل عينات لوزارة الصحة. شوفوا، عايز أقول حاجة، في 50% من القضاة ما بياخدوش بالقصة دي. ليه بقى؟ هقول لكم ليه. مش قانون، مش بيطبقوا القانون فيها، لأن اللي بيكتبه محرر المحضر بيخلي القاضي مش قادر يقتنع بالمحامي اللي بيقوله. هو قال له إذا قامت لدى مأمور الضبط القضائي دلالة تدعوه إلى الاعتقاد في فساد السلعة، عليه إنه يتوقف وياخد عينات ويرسلها للمعامل هي المنوطة بها تحليل الإيه؟ العينات، معامل وزارة الصحة. لكن اللي بيحصل عملاً بقى، مش نظراً، ده النظر اللي إحنا بندرسه، ان هو بيقول ان السلعه دي بايظه وتفوح منها رائحه ومدممه، واحيانا بيروح يقول لك وسكبنا الفينيك على ايه؟ على البضاعه. يعني هو خصم وحكم في ان ايه؟ واحد. طيب القاضي لما تيجي تقول له انا طالب البراءه تاسيسا على عدم وجود تقرير فني معملي بالأوراق، وتقول له لائحة قانون الغش قالت إذا قامت لدى مأمور الضبط القضائي دلائل تدعوه إلى الاعتقاد
مجرد الاعتقاد في فساد السلعة علمه يرسل عينات يقول لك يا أستاذ ما هو شافها بايظة. هو اعتبر ان مفتش الصحة اللي دخل او المجموعة اللي دخلت دي بيعملوا تقرير، بيجيبوا معهم واحد مفتش الصحة ويقول له اكتب عندك، على فكرة اكتب ما يملى عليك، فيكتب ان البضاعة دي بايظة وتفوح منها رائحة، على فكرة عشان هم يشوفوا البضاعة دي صالحة ولا مش صالحة يستنى ساعتين يفك البضاعة ياخدها من التلاجات دي المجمدات ويطلعها بره لما تفك عشان يشوف العيوب اللي فيها، مش وهي متلجة كده هو عارف العيوب، وبيروح يرمي الفينيك عليها ويعمل تقرير من مفتش الصحة المرافق للجنة فيقول ان البضاعة دي وحشة وتفوح منها رائحة. في بعض القضاة بتدي إدانة وبتعتبر التقرير ده هو تقرير زي المعامل، لكن أنا بقول للقاضي لا، سيادتك في قانون، ما نقدرش نقول ناخد جزء ونسيب جزء، وأحيانا بنقول للقاضي مش معقولة يا ريس تطبق عليا قانون الغش ولائحة قانون الغش سيادتك ما تطبقهاش. اللائحة دي هي أساس قانون، لائحة قانون الغش هي أساس قانون إيه؟ الغش التجاري، فزي ما بتطبق عليا القانون طبق عليا لائحة إيه؟ القانون الغش، فبنقول له إذا قامت لدى مأمور الضبط القضائي دلائل تدعو إلى اعتقاد فساد السلعة عليه إنه يرسل عينات، وما دام ما أرسلش عينات وما جاش تقرير المعامل من وزارة الصحة يعتبر أنا بريء من التهمة المنسوبة إلي، وباخد براءات كتيرة جدا، وبضطر البراءات اللي أنا باخدها في القضايا أأديها للقاضي اللي أحضر عنده القضية التانية اللي هو ما اداش فيها براءات، وأحيانا أصور للقاضي أقول له أنا بدي سيادتك النهاردة قضية مماثلة، النيابة كانت حصيفة فيها، عملت ايه النيابة؟ بقول للقاضي كده عملت ايه؟ اللجنة قالت ان البضاعة بايظة، بس النيابة العامة كانت فطنة وارسلت عينات لوزارة الصحة وجات العينات سليمة، ومحكمة قضت ببراءة الايه؟ المتهمين. بقول له مش كل ما يكتب يصدق، مش كل اللي يتقال ان البضايع بايظة في قانون، يا إما نطبق القانون يا إما ما نطبقش، إعمال القانون خيرا من إيه؟ من إهمال القانون. دي تقريبا، أنا مش عايز أتقل على أكتر من كده، لكن دي تقريبا النص، ودي الحالات المنتشرة في مصر كلها، يعني ما بيطلعش أكتر منها، لو طلع أكتر منها بيبقى عملية برضو أصعب شوية هنيجي فيها في يوم أو في مرحلة تانية نتكلم فيها، في بيانات تجارية، في مجهول المصدر، في حاجات كتيرة جدا، في خداع المتعاقد، واخد بالك؟ لكن هو الصورة المنتشرة هو الغش التجاري في هذه المادة.